نشرت القوات المسلحة الإماراتية لقطات مصورة لأسلحة ومعدات عسكرية. قالت إن قوات التحالف العربي عثرت عليها خلال عملياتها في اليمن ضد الحوثيين. وقالت في بيان إن الأسلحة المصادرة تضم صواريخ وطائرات بدون طيار وخزانات وقود خاصة بالصواريخ الباليستية وعددا من الألغام، متهمة إيران بدعم الحوثيين بهذا النوع من الأسلحة. من جهته شدد مصدر بالقوات المسلحة الإماراتية على حرص قوات التحالف على القضاء على ما وصفه بالممارسات والأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية وإنهاء تهديدهم لخطوط الملاحة الدولية في اليمن.